الله مشاهدينا من جديد في آخر فقراتنا، بحيث تعتبر الوجبات الصحية ضرورة لابد من الاهتمام بها لنمو الطفل بشكل سليم، وخاصة في الموسم الدراسي حيث يحتاج الطلاب لتناول الأطعمة الصحية التي تساعدهم على التركيز وتمدهم بالطاقة والحيوية. الحديث مشاهدينا أكثر حول هذا الموضوع أو حول كيفية تحبيب الطفل بالمأكولات الصحية، نرحب بالدكتورة نجلة درويش أخصائية التغذية والشيف ماجد. صباحك خير دكتورة، يعطيك الصحة. صباحك نور أمل، شخبارك؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك. صباح الخير مرة ثانية يا شيف. صباح خير وأهلا بكم وبضيفتنا، وأكيد أهلا بالأطفال اللي منورين الاستوديو. اليوم ما شاء الله فقرة الطبخ منوعة بالنسبة للمقادير وبالنسبة أيضا للضيوف، ما شاء الله عندنا ثلاث ضيفات متميزات. ما شاء الله سيستر ولا شيف؟ ها؟ عندي الشيف عهود. تعرف عليهم؟ هناك عهود وهنا عندنا شيف شيخة وعندنا شيف مريم. قبل أن نطلع الحين خلينا من الدكتورة وخلونا من الشيف. السؤال لكم أنتم يعني الثلاثة، ما شاء الله احنا نشوف جائزة موجودة هناك ما نتكلم عنها بعدين. شو سالفة الميداليات اللي لابسينها؟ عشان كنا طالعين المركز الأول. ما شاء الله الأول في شوف الطبخ؟ شو طبختوا وخلاكم توصلون للمرحلة الأولى؟ طبخنا الفريدو و أيوه عصير. في غش هني. ها؟ نعم. وسوى عصير؟ سوينا عصير بعد. عصير بعد. يعني احنا اللي يسوي عصير يطلع الاول على طول كذي يعني. ها عهود انت شو سويتي؟ سويت الباستا. باستا ما شاء الله. كنت تعرفين يعني تطبخين انت ولا تعلمتي من الدوره؟ تعلمت من الدوره. تعلمتي الباستا بس وبعد؟ تعلمت الباستا وبعد في سلطات والعصاير. ما شاء الله عليكم. مريم وشيخه، سؤال واحد بنسالكم، عرفتوا تطبخون الأكل الصحي اللي يناسب أعماركم، يناسب طباعكم، يناسب أذواقكم في الدورة هاي؟ منو علمكم في الدورة؟ بس الشيف ماجد ولا في هناك أشخاص ثانيين يعلمونكم؟ نأجل السؤال بعدين ها. لكن الشيف ماجد لو تخبرنا عن الدورة. نعم، هو برنامج كان مراكز أطفال الشارجة. نعم. والتنظيم من قبل مركز الشيف الدولي، كان في تعاون لمدار 4 شهور، أهلنا أطفال من جميع مراكز أطفال مدينة الشارجة. نعم. وكانوا يتدربوا على الأكل الصحي، استخدام السكين، وكانوا يستخدموا السكين بالكامل هم بنفسهم يعني. نعم. وصلنا لهذه المرحلة الحمد لله، وكان الفكرة أنه نعلمهم ثقافة الغذاء، هذه الكلمة اللي أنا بدي أركز. نعم. عليها ثقافة الغذاء، فالطفل جاهز أنه هو يتعلم ويتثقف ويعرف غذاءه الصحيح وحاضر وجاهز أنه يطبق هذا الغذاء. جميل. إذا نحن عطيناه الفرصة وسوينا مسابقة، مركز الحيرة كان المركز الأول اللي أخذ هاي الجائزة، طبعا كان في مركز ثاني وثالث في المسابقة. نعم. بالأغلب أو بالمجمل الكل فائز. نعم. بما أنه في تعليم وفي ثقافة والأطفال أدهشونا بتحضيرهم، فحبيت اليوم نرتاح أنا وياك كشيفية. جميل. وهم راح يعملون نوع من الباستا وراح يعملون سلطة وراح نعمل عصير إذا أسعفنا إن الوقت. الله. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. فنبدأ مع نوع من الباستا، راح تعملين الفريدو. نعم. نبدا فيها ليه ما تسوي؟ طبعا الحمل. نعم. كله بيكون على الدكتوره نجله اليوم، بتتكلمين وبتسوين وبتحللين كل شيء. وعندكم شيف عهود تساعدنا. عندكم ان شاء الله. حياك الله دكتوره نجله. بدايه نتكلم عن الاطعمه الصحيه، وخاصه يعني الاطعمه الصحيه بالنسبه للاطفال اليوم، كيف ممكن مثل ما قال الشيف وذكر ان نحن ننشر ثقافه الطعام او فنون الاتيكيت يتعلمون خلالها من الطفل من خلال هذه الفنون على كيف انهم يحضرون وجبات صحيه. فاهميه هذه الوجبات بالنسبه للاطفال. انا اولا شاكره امل استضافتي لهالفقره، والموضوع بصراحه جدا شيق ومهم، ويعني انا فخوره وسعيده حتى بضيوفنا. الحمد لله. بس بخصوص الأطعمة الصحية للأطفال هي جدا مهمة. نعم. طبعا أنا دائما أقول أن كعادة أن دائما الأطفال يقتدون بالآباء والأمهات في البيت، فهم لو شافوهم يتوجهون للأكلات الصحية أكيد هم بعد بيكون لهم تطلعات وتوجهات لهذه الأكلات. جميل. فجدا مهمة، يعني ما نبغى نغفل نحن عن أهمية الغذاء الصحي، ولازم يعني يعرفونهم شو المجموعات الخمسة الصحية المهمة. جميل. ونبتعد عن الحلويات والشغلات الثانية،
وان شاء الله بيساعدونا بعد عهود بتساعدنا أكيد. بهالاختيارات شو رايك عهود كيف سويتي الباستا خبرينا كيف سويتي الباستا بطريقه صحيه الاكلات اللي ضفناها الاشياء اللي ضفناها الصحيه هي عهود اختارت خضراء مثلا ضفتوا شو سويتي مثلا ضفنا الفطور والثوم والبصل حلو وزيت الزيتون ما شاء الله وبعد في كريمه مال الباستا الباستا جميل يعني كان اختيارها صحي اكيد يعني لو نتكلم دكتوره شوي عن وجبه الفطور تعتبر من الوجبات المهمه خاصه عند الاطفال عند يسيرون المدرسه يعني كيف ممكن اليوم للام حتى ان هي مش تحضر بس الطعام هذا الصحي حتى تعلم عيالها كيف ممكن يتناولون طبعا الاطعمه الصحيه في وجبة الفطور طبعا وجبة الفطور جدا مهمة للأطفال ولازم ما نغفل عن هالموضوع إن مثلا ممكن الطفل يروح المدرسة وما يكون متريق ويتريى مثلا الفسحة لما ياكل فهي هاي فترة يحتاجها الطفل الطاقة أسهل طريقة يعني ممكن يطبقها الطفل وتكون شيقة ممكن بالبيت يعني تحضر له تحضر الأم سواء للولد ولا للبنت مثلا تجيب له سندويتش وهو طريقة التقطيع يعني مثلا نختار التوست نختار له مثلا صنف من اصناف البروتين على سبيل المثال مكسرات حليب بس لازم يعني يتناولون الوجبه وجبه الفطور لانها هي وجبه يعني وجبه جدا مهمه. جميل بعد وجبه الفطور يعني اكيد الطفل يعني مع الحصص والتجمع فتحسينه يوع الساعه 11 الساعه 12 فشو الوجبات الخفيفه اللي ممكن يتناولها بين الوجبات الرئيسيه؟ نختار لهم شوية اختيارات صحية ممكن شوية مكسرات ممكن بسكوت على سبيل المثال عصير يكون مثلا مشكل فواكه أو أي نوع فاكهة هم يحبونها مثلا هم يقدرون ياخذونها كعصير نحاول نعطيهم فواكه حتى مجففة سهلة الحفظ ممكن ياخذونها معاهم ممكن نحضر لهم حتى مثلا تفاح مقطع بالبيت ياخذونه وياهم بس مهم جدا في المدرسة انهم يركزون على يعني على مكان الحفظ مثلا في بعضهم يحطون اللانش بوكس مالهم او الحقيبه المدرسيه برا تكون خارج الصف خارج تهويه خارج مثلا في تحت اشعه الشمس فنحن مهم جدا يعني عمليه الحفظ هاي تكون معاهم بالمدرسه ويكون هم عندهم وعي انه ممكن حقيبه المدرسيه تنحط معاهم اكيد جميل طبعا دكتوره نجله الشيف ماجد حضرنا باستا مع البنات والشيف جمال بعد والله ما شاء الله عليهم هم اللي سووا كل شيء مريم سوت الباستا الفريدو والشيخه سوت السلطه ما شاء الله السلطه طبعا الفكره اللي تكلمنا فيها انه البنات فيديو يعني وكان معنا مجموعه كبيره على فكره كان في اولاد ما شاء الله ليس فقط بنات فيديو معانا من نعتبر من مرحله بسيطه تفاجئنا نحن بالقدرات اللي موجوده عندهم برغبتهم في التعلم ما شاء الله استخدامهم للسكين وهذا كان نوع من التحدي انه نحن نخلي الاطفال يعملوا هالشيء لكن اتحنا لهم هاي الفرصه مع مراقبه اكيد وما شاء الله اذهلونا في النتيجه المسابقه كانت على مستوى هي الاولى من نوعها في الامارات على فكره كانوا الحكام ضيوف يعني طهاة محترفين من جمعيه طهاة الامارات بالاضافه لاطفال كانوا بيحكموا معاهم ما شاء الله عليهم فاذهلونا يعني بالنتيجه وشايفين قدرتهم يعني على التعامل مع الادوات معرفت على فكره هم كانوا يختاروا حتى المواد يعني نحن جبنا مواد معينه فهم اختاروا الصح منها وتركوا الغير صحي كان في مثلا اشياء غير طازجه كان في اشياء ما لها علاقه في الوجبه فهم عرفوا يختاروا الاختيار الصح جميله هاي المسابقات اليوم تثقيف عيالنا احنا قاعدين نشوف ما شاء الله الامراض الكثيره اللي بسببها سوء التغذيه صحيح سوء الطهي حتى طريقه الطهي الصحيحه اليوم لما عيالنا ما شاء الله نفتخر فيهم نحن في هذا السن يطبخون هذه الاكلات ويعرفون الاكلات الصحيه وهم اللي يختارون بنفسهم مش فقط داخل المطبخ حتى اثناء التسويق يعني اليوم بكره يروحوا مع اهاليهم الجمعيه صحيح. كيف يختارون اكلاتهم صحيح. كيف في وجبات الافطار وجبات الغداء كان في شيء بعد مهم شو سوينا نحن كيف قدمنا الاكل في المسابقه القوشه والشوكه ايه سوينا ترتيب المائده يعني اداب مائده الطعام الاتيكيت يعني جميل نعم كيف نجلس كيف يكون التقديم الصحن والشوكه والسكين العصير وين يكون والماء طوي الفوطه
صحيح؟ اي ما شاء الله عليهم. فكان في يعني الحمد لله شيء رائع، وهذا اللي نحن يعني نركز عليه، انه انت الطفل عطيه المجال. صحيح. يعني كنا لما نسوي السلطه الاطفال يتحدونا كيف لازم ياخذون سلطه معاهم للبيت، يعني ياخذوها معاهم ويذوقوها ويخلوا اهلهم يذوقوها. بعض الاطفال كانوا يجيبوا لنا شو ساووا يعني في البيت، فيجيبوا لنا انه نحن هي جربناها امبارح، او يخلوها على الانستغرام او الفيسبوك انه نحن سوينا هذه الوجبه في البيت، وكانوا يخبرون اهلهم ليش ما تسوونا سلطه. نعم. يعني هم كانوا يتحدون اهلهم فيها. ما شاء الله. نعم. شيف. نعم. لاحظتوا تغيير يعني من خلال تفكير الطفل، تفكير البنات وحتى الاولاد في مساله ثقافه الاكلات الصحيه، كيف ممكن هم يتناولون وجبات صحيه اثناء الدوره؟ نعم اكيد. انا مثل ما حكيت بدينا نحن معهم مستوى خفيف. النتيجة أنا يمكن عندي توقع فيها، لكن هي فاقت التوقع اللي كان في بالنا. ردات فعل الأهالي كيف كانت؟ خاصة ردة الفعل في البداية كانت مأخوذة على مبدأ شوية أنه عادي يعني. نعم. فن ومرح. نعم. وشيء، لكن لما دخلنا في الأمور الجدية وكان في عنا تسجيل الحضور، ولما صارت المسابقة فالأهل حتى تفاعلوا بطريقة أنه في نتيجة كبيرة هون. طبعا هون نشكر إدارة مراكز الأطفال يعني على اهتمامها بالموضوع، واخذنا الموضوع بمنحة تثقيفي وبالاضافه الى المرح يعني والوجود. صحيح. الجانب المرح مع الاطفال، فكانت رده الفعل جدا جميله وكانت النتيجه مذهله. هذا اللي يهمني يعني. كان مشكور تلفزيون الشارقه بغطي الفعاليه، فكانت النتيجه فعلا رائعه، وشفنا الفيدباك اللي اجى بعدها والناس كيف تواصلت معنا او الاشياء. طبعا البرنامج ان شاء الله راح يستمر، كمان راح يكون هلا موجه للمناطق الشرقيه. الاطفال هذول الشيفيه الصغار اللي تخرجوا في هاي المستوى راح يكملوا معنا في مستوى اعلى. جميل. وراح يكونوا بمسابقات. نعم. ثانيه. نعم. شو عندنا احب نسوي قبل ان ننتقل عند الدكتوره؟ نعم راح نعمل هلا شو راح نعمل؟ مثل العصير. العصير سموثي ولا ميك شيك؟ سموثي. طيب سموثي. طبعا صاروا يعرفوا الاطفال الفرق. ما بعرف تخبرينا عهود عن الفرق بين سموثي والميك شيك؟ السموثي في روب، الميلك شيك في حليب. يا سلام. بس ها كان شوف كل بساطه كذي فهمت. انا ما كنت انا عبالي السموثي ويا الثلج. نعم. هاي بعد فكره مهمه، انه حتى الطفل لو تناول وجبته في المطعم او في المدرسه او شيء يكون عارف شو بيختار. صحيح. يعني يختار الصح. نعم. فاليوم ان شاء الله راح نعمل السموثي اللي هو ممكن يكون من اي فاكهه. نعم. بالاضافه للزبادي ممكن نضيف له نحن مثلا الشوفان، هيك ضفنا صح لحتى نزيد من قيمته الصحية. نعم. وأكيد العسل، ونشكل العصير يعني يكون من فواكه طازجة. نعم. دكتورة نجلة، بس سؤالي، أهمية اليوم عيانا لما يتثقفون في هذا السن، يعني أهمية هذه الثقافة وهذه المفاهيم يعني في مسألة الغذاء الصحي. الثقافة حتى بهالسن وحتى لو بسن أصغر يعني بالعكس جدا مهمة للأطفال. نعم. أنهم يتوجهون للاختيارات الصحية، يبتعدون عن الحلاوة والأشياء اللي ممكن بس أنها تشبعهم بلا فايدة. نعم. يعني ممكن أن يعني قبل الغداء يأخذونها مشوية كاكاو وشغلات تغنيهم أنهم يستفيدون من القيمة الغذائية اللي ممكن يأخذونها على الوجبة نفسها. نعم. فكونهم من يختارون الأكلات الصحية هاي جدا مهمة، حتى نعلمهم حتى على التوقيت. يعني مثلا نعلمهم أن مثال وجبة الفطور مهمة، الغداء كذلك مهمة بعد ما يرجعوا من المدرسة. نعم. العشاء كذلك، بيوعون العصر أكيد. صحيح. لأنهم يبون شوية طاقة وهم يدرسون ويذاكرون. نعم. فنوجههم على الاختيارات الصحية. بالضبط. عشان يستفيدون قدر الإمكان من القيمة الغذائية. يعني أغلب الأطفال أو خلينا نقول يعني كل الأطفال يحبون الشوكولات، الشيبس، ممكن نقول المشروبات الغازية حتى. فإذا نتكلم عن هذه الأكلات الغير صحية اللي يتناولها بعض الأطفال بطريقة يعني كبيرة بكميات بعد مش محدودة في اليوم، كيف ممكن تؤثر على صحتهم؟ أمل في بعض الأطفال انتشر عندهم مفهوم مشروبات الطاقة. نعم. بغض النظر حتى عن المشروبات الغازية، فنحن مهم جدا نبين لهم أن هالأشياء يعني يعني ممكن يحطونها بحدود، ممكن ياخذونها لكن بمقاييس معينه ما يزيدون عن الحد. يعني ممكن الشيبس يكون بقياس، اختيارهم للشيبس يكون مثلا قليل بالدهن، قليل بالملح، ممكن نستبدله نعطيهم بديل اخر. يعني مثلا ناخذ بوب كورن بدل الشيبس، بدل ما تاخذون مثلا كميات غير محدوده او مثلا غير محدده، اقصد انهم ياخذون مثلا كميه محدوده مثلا مرة في اليوم، مرة يعني مرة كل 3 أيام. حلو. نحدد لهم من هالأشياء، حتى الشوكولات
نبيلهم اللي هم السمول بار اللي هي بكميات صغيرة. نعم. نوفرها لهم بالمنزل هاي كاختيار. إذا يبنا لها مثلاً بكميات كبيرة عشان نحدد الكمية المناسبة اللي يتناولون فيها. أيوة وبتكون قدامهم، يعني نحن نقولها مثلاً ممكن تأخذون منه بس تكون الكمية صغيرة يعني اللي يأخذونها. والتوقيت جداً مهم، مو بأنه قبل مثلاً ما يأخذون الوجبة الأساسية قبلها بنص ساعة خذوا أو حتى قبلها بعشر دقائق، لا معناته يعني هالشيء غناهم عن الوجبة الأساسية، ما استفادوا من الوجبة اللي هم بيأخذونها. أكيد. شو رأيك عهود، تحبين الشيبس ولا تحبين الفوبكورن أكثر؟ تحب الشيبس أكثر. نقولها مشوية مكسرات. أيوة. لكن إذا قالوش بطريقة صحية تتناولين الأطعمة بطريقة صحية، شو بتختارين؟ الفوبكورن صح؟ إنه هو أخف وتعتبر يعني أو يعتبر الفوبكورن يعني وجبة خفيفة. بالنسبة دكتورة للخضروات والفواكه اليوم، يعني نشوف لو نتكلم عن أهمية الخضروات والفواكه بالنسبة صحيح. لصحة الطفل العامة. أمل كثير من الأطفال ما ينتبهون لموضوع أهمية الخضروات والفواكه. نعم. لأن لانشغالهم يعني الشيء اللي متوفر قدامهم ممكن يشوفونه على الطبق الأساسي وخلاص. اللي بين الوجبات هاي ما يلجؤوا لهم، فمهم جدا نحن يعني نجهز لهم الشيء، ممكن على شكل فواكه مقطعة نعطيهم إياها نقدم لهم، ما حبوها ممكن نضيف لهم شوية مثلا سكوب آيس كريم على سبيل المثال. ممكن نخلط لهم الفواكه هاي مع ميلك شيك مثل ما ذكر الشيف ماجد، طرق يعني ممكن ندخل لهم الأكلات هاي. حتى الخضروات إذا هم حبوا مثلا نوع واحد من الخضار اليزر ولا الخيار نحاول نعطيهم إياه، يعني خلاص نركز على الشيء اللي هم حبوه، ما نحرمهم من الخضروات يعني كلها، لا جربوا هالشيء الحين هالفترة. حلو. ممكن بعدين تجربونه بطريقة ثانية، ممكن على شكل أصابع يزر أصابع خيار، بحيث أنهم يتعودون يأخذونه حتى وهم ماشيين وين ما كانوا، خلاص أنه يكون كسناك. حلو يعني. نعود الأطفال اليوم على تناول هذه الأكلات الصحية من خلال تناولنا نحن الأكلات الصحية، ونعطيهم إياه بعلب بكياس صغيرة ناخذوها وأنتوا تلعبون، ممكن يعني مغسولة جاهزة تفضلوا منها وهم بيتعودون على هالأشياء. أكيد يعني إحنا نبغي بنستأذن منكم شيف عهود نبغاها تي معها الجائزة. جيبي لنا تروفي تعالي. نسوي هذه الجائزة. بس الجائزة ما شاء الله عليهم، حصلوا على المركز الأول، يستاهلون. الحين بسأل شوي أسئلة صعبة، تعالي في النص. أوكي خلي الجائزة في النص. أنا عندي سؤال لكم، ما شاء الله أنتم وصلتوا للجائزة أو المركز الأول وحصلتوا هاي الجائزة، هل حابين تستمرون أن كل واحد تسوي شيف وتطبخ وتسوي تكون شيف عالمية على مستوى العالم، ولا أنا مجرد هواية؟ مجرد هواية. مجرد هواية؟ حرام الشيف ماجد يتعب ويسوي لكم، مجرد هواية؟ ليش مجرد هواية؟ تخافين تكونين يعني من كبار الطهاة في العالم؟ يمكن بعدك مش مستوعب الفكرة صح؟ شيف ماجد، أهمية تقديم الطعام ويعني خلينا نقول إذا صح التعبير البرزنتيشن أو تقديم الطبق، كيف اليوم نقدر احنا ما شاء الله عيالنا نعلمهم في تزيين الطبق بحيث انه يلفت انتباههم يجذبهم لهذا الطبق؟ نعم، انا راح ابدا من السؤال اللي سالته اياهم. نعم. انه هو هل انت حابب تكون شيف كبير ولا عادي؟ نعم. انا من وجهه نظري كل شخص هو شيف. نعم. يعني نحن حتى من نسوي سندويشه صغيره في البيت فنحن نطبخ ونسوي حق عيالنا كامتهان لهذه المهنه. نعم. كحرفه شيء، وكمان كأنه نحن نكون نعرف ثقافة الغذاء شيء ثاني. بالنسبة للتقديم طبعا نحن اهتمينا مع الأطفال بموضوع التقديم، تزيين الصحن والأشياء المناسبة مع بعض، يعني هل هذا المادة تناسب هاي المادة. نعم. شو المرافقات الحلوة. نعم. والتزيين بأشياء تكون ألوان طبيعية. جميل. ألوان صحيحة، هاي شيء مهم. ثقافة أداب المائدة اللي كانت في التقديم. نعم. لأنه العين أكيد تأكل قبل التم، وهذا الأطفال صاروا يعرفوه فصاروا يزينوا كيف طريقة احترام المائدة، احترام الطعام واحترام الناس كمان اللي بيكونوا عم يتناولوا. نعم. معنا في الوجبة. نعم. احنا طبعا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا الصباح، تقبلوا تحياتي اخوكم جمال السميطي، وما شاء الله الورود الجميله اللي موجوده عندنا عهود وشيخه ومريم، وكل الشكر والتقدير للدكتوره نجلاء درويش على هذه المعلومات، وايضا كل الشكر والتقدير للشيف ماجد على هذه المبادره الجميله اللي دائما يعني احنا فخورين فعلا بهذه المبادره والمسابقه، ومبروكين على المركز الاول، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. لكن قبل لا ننهي نروح
أمل نسمع اسم الفائزة ونشوفكم على خير بإذن الله. أكيد نحن نشكر بعد الشيف ماجد ونشكر البنوتات الحلوات ونشكر الدكتورة نجلة على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. وكانت مشاهدينا هذه نهاية فقرات صباح الشارقة، لكن قبل ما نختم الحلقة عندنا فائز أو فائزة هي سعيدة من أم القوين. سعيدة مبروك عليك، جائزة قيمتها 500 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام. مشاهدينا نشوفكم في حلقة جديدة ومواضيع متنوعة فمن الله.